يعتمد ابرز عناصره. مباراة سبقة هذا اللقاء بين انتر وفالونس الاسباني وانتصار عريض لفالونس. العناصر الاحتياطية في المسابقة هذه المسابقة الودية. هذه كرة والتسديد التقريب يشير الى ثربة مخالفة لتشيلسي. حصلوا كرة الان امكانية للتوسيع وممتازة امكانية الهدف الاول ضاعت من برانيسلاف ايفانوفيتش بلقطة فنية كاد يغالط ابياتي. ننتظر الاعادة هذه الاعادة التمرير توسيع 31 مع كيفن دوك والتوغل التوسيع كرة لاوسكار امكانية للمراوغة يراوغ يسدد وشانيبيا مونتاري الى مونتيليفو طلب كرة في الرواق الاستلام من انطونيني ضاعت الكرة التنفيذ موبيختا تيرا كرة والابعاد لبالوتيلي التوسيع من بوتان ترويض ممتاز واستلام من ستيفان الشعراوي. ستيفان الشعراوي يلعب قصيرة مع مونتاري التسديد سليم ماركو فان جينكل التوسيع كرة خطيرة والتسديد بالراس أسبيليكويتا يقابل قبله أسبيليكويتا مع التغطية موجودة في دفاع الميلان. 31 مرة ستيفان الشعراوي ستيفان الشعراوي حط كرة لبوتان بوتان برنس بوتان يسدد قوية لكن فوق مرمى تشيك قوية كانت تسديدة كيفن. حقق الفريق في فترة ما من الكاتشو الموسم الماضي لكن الاستمرارية في كرة والمخالفة والانذار مستحق ضد برانيسلاف ايفانوفيتش. نيجيل دويونغ بالوتيلي ترجع من جدار الدفاع والمخالفة ضد ايمانويلسون ضربة مخالفة ثلاثة لاعبين الضغط من بوتانغ ايمانويلسون خرج كرة لماريو ماريو بالوتيلي بالوتيلي يمشي بالوتيلي هناك ايمانويلسون في الرواق حط له كرة ايمانويلسون التوسيع والراسية من مونتاري ما زالت الكرة في مناطق لتشيلسي التنفيذ من أسبيليكويتا طويلة كرة لبا التسديد على مستوى اللاعبين ضحى الإطار المسير على ذمة المدرب جوزي مورينو بينما هذه كرة لستيفان الشعراوي استلام من مونتاري يسدد بيتر تشيك و يتدخل الدفاع من برانيسلاف ايفانوفيتش برانيسلاف ايفانوفيتش قبل ماريو بالوتيلي على مستوى القائمة الثاني بيتر تشيك يلمس الكرة ترجع لريكاردو مونتوليفو 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 حط الكرة لبرانس بوتانغ التمهيد مونتوليفو لقطة فنية ماهوش راضي بالوتيلي لقطة فنية من ريكاردو مونتوليفو ضيعت الإمكانية على فريق الميلان يرتفع لقاء ونسق في 27 دقيقة لعب إمكانية لتشيلسي التسديد تشيلسي على هذه العملية تشيك قلت و إيفانوفيتش في توقيت سليم قبل بالوتيلي حاول إيدن أزار 31 وهجوم خطير لتشيلسي 3 ضد 3 تمشي كرة لكيفن دي بروين والهدف الأول الهدف الأول للبلوز بإمضاء البلجيكي كيفن دي بروين إيدن أزار إيدن أزار يحط كيفن دي بروين في وضعية مناسبة فسخ دفاع كامل وجه لوجه معاه إيدن أزار يرفع كرة في القائمة الثانية والتسديد التسديد من جون تيري وماتا حتى لنجيري موزيس موزيس حاول المرور يبعد على ايمانويلسون مسألة الكرة داخل الملعب يسدد فيها نوع نوع من فريق تشيلسي ايدن هازار التمهيد خوان ماتا يسدد وابياتنا لجون ميكل اوبي اللاعب النيجيري هذا توريس ينتظر مواطنه خوان ماتا اصبح خطير تشيلسي رهيب رهيب التنفيذ بسرعة كرة من أندريا بيتانيا التسديد ترجع كرة ثانية يسدد بوتان والاعتراف من أوبي ميكيل يرجع الهجوم لإخوان ماتا
أصبح يعتمد السرعة والهجومات المرتدة فريق البلوز في هذا الشوط الثاني. فرناندو توريس يفقد توازنه لكن ينجح في المرور، يبعد على ماتيا سيلفستر توريس وتقطع في الأخير من باين يونغ. باين يونغ حاول المرور، باين يونغ التوزيع القاسي في القائمة الثاني ويحاول يلتحق أنطونيو إلى كيفن كونستون. تصل الكرة لبرانس بوتان حتى لباين يونغ، يرجع معاه غاري كايل. باين يونغ مراوغة ممتازة، ينجح في التوزيع وهدف التعادل. ممتازة التوزيع من باين يونغ، ما يخويش أنطونيو نوتشيرينو. هذه الإعادة مراوغة ممتازة، يبعد على غاري كايل التوزيع، ونوتشيرينو كان بإمكانه أن يترك الكرة لأندريا بولي، كان في وضعية أفضل على مهد كرة لمونتاري. يظهر لي أو يبدو لي اللاعب الوحيد اللي مازال إلى جانب الحارس أبياتي في تشكيلة ماسيميليانو أليغري ليلعب إلى حد الآن. التأخير، تمشي كرة لكيفن كونستان، بعيدة كرة نوتشيرينو لكن توصل لأندريا بولي. التوزيع من جديد، سدد مونتاري، مزت الكرة، التسديدة الثانية، التسديدة الثانية من برايان جاي. ستكون قمة مهما كان اسم المتأهل. مرة أخرى أندري شلام من غاري كاي، يرفع كرة طويلة، لوكاكو ينتظر المساندة مع فيكتور موزس. فيكتور موزس والهدف الثاني له، هدف ثاني منتظر ومستحق لتشيلسي لتأكيد يترجم سيطرته إلى الهدف الثاني في الوقت البديل عن طريق أندري شورل بعد ما ضيع